لك لو جيت لعندي على المحل مو احسن لك ابو حدو؟ خلصنا لك ديبو، صار لي يومين ما طلعت من البيت ما بتشوف حدا، عم روح اجيب اغراضي ورجع بسرعه، خايف الكبير يشوفني يوكلني بشي مهمه صعبه، حاكم وين ما بشوف واحد بيلزق مهمه. ما علينا ابو حدو، اسمع القصه لك ابو حدو. يلا هات لشوف. هذا يا سيدي في واحد عنده صوص مشكلجي. صوص ومشكلجي؟ ايه لك ايه مشكلجي، لك وين ما يحط هالصوص بيعمل له مشاكل. صور لك يا ابو حدو، حطه مع ديك عم رجع لقاه ناتف ريشه لديك. شي شي الصوص ناتف له ريشه لديك؟ حطه مع الافاعي، رجع لقاه الصوص رابط الافاعي وكامش وحده من بيناتهم عم ينكش بيها اسنانه. شي شي لك معقول الصوص يربط افاعي وينكش اسنانه بوحده منهم؟ ايش هو الصوص هاد؟ مثل ما عمل لك ابو حدو، بعدين وينه قرر انه يربي له صوص، قام اخده وزدته بالصحراء ورجع. ايه بعد فتره شفع عليه وقرر يروح يجيبه، قال حرام، قام راح على الصحراء قام لقى الصوص مرمي على الارض ومعبى تراب لكو ميت. لا لا يا حرام، شو مسكه بين ايديه بده يشوفه، قام الصوص نطف له شواربه وقال له اتركني يا ابن الحرام لك عامل كمين للصقر. حلوة 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 لك، شو هالصوص هاد؟ لك دخلك ديبو، الصوص بيتاكل نحمه. شو هاد؟ يعني قصدي الصوص بيتاكل نحمه. شو هاد نحمه؟ خلاص خلاص انسى السيرة انسى السيرة. لا ما راح انساها، اللي قصدت لحمه يعني؟ هاي هي الكلمة. وليش ما بتقول نحمه؟ كلام بسرك يا ديبو، انا عم عاني من هالقصة كتير. انو قصة؟ اللي انو قصة؟ ما بتطلع معي هاي الكلمة ليلتا انت الا نحمي. شي لك والله مشكلة ابو حدو، كلمة لحمة ما عم تطلع معك. لك شلون بدك تفهم عليك مرتك؟ لك بركي شي مرة قلت لها طبخي لها شي شبرك باللحمة، شو بدك تقول لها؟ ما هي المشكلة يا ديبو، لك كل ما بدي اقول لمرتي طبخي لنا شي شبرك بالنحمة ما بتفهم علي، بعود بقول لها طبخي لنا جزمز. ايه جزمز قلبي. بسيطة ابو حدو تزبط، بس وينك بدها شوية تدريب. قول وراي لشوف ابو حدو. لحمه نحمه لحمه نحمه لا 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 لحمه نن نن نحمه لحمه لك لحمه لحمه لك نحمه. وين رجعتي البريد؟ صبي لي فوزية. يا العيني ابن عمي. يلا قولوا بسم الله على شوف. بسم الله دائما تقبر قلبي. كل ليش ما عم تاكل؟ انت بدك تروح على الكتاب ولازم تدرس منيح. صحيح يا ابي، بدي اخذ منك متليك قبل ما اروح. مشان ايش المتليك ولا؟ يا ابي بدي اجيب شوية وراء وقلم. لسا امبارح اخذ مني متليك؟ ان شاء الله كل يومين بدك متليك. شو بدي اعمل يا ابي؟ لزوم الدراسة. شو الدراسة هي؟ العمى ما بتخلص دراسة الا بكون محطتني اللي فوقي واللي تحتي. إذا بتتخرج زعيم من وراء الدراسة ما بقى توفي معي. نبير كول. مو جايني نوم يا بي، مو جايني نفس آكل. كول ابن عمي كول تقبرني، لا تهز بدنك أبدا. شو بتحب أطبخ لك اليوم ابن عمي؟ شاكرية ورز باللحمة؟ من دون لحمة؟ أبو عبدو تقبرني إن شاء الله، والله صلنا شهر ما شفناها للحمة، بقى بركي متجبلنا هيك شي نص كيلو بالقلبنا فيه. الله يوفقك. نص كيلو لحمة؟ حسبي الله ونعم الوكيل على هالنهار. لك شو صار الكل طلبات 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 لحمة ومتليك وهي ما اعرف شو الوانيا. تعا تقبرني تعا كمل اكلات. ما بدي صدقوني نفسي طالع واقف على باب الساعة شرب شوية هواء. عجبك هي؟ هي هربتي للرجال. ايوه علينا، شو حكينا؟ كله نص كيلو لحمه قلنا لهم بالقلبنا فيه، بعدين شو انا عم بطلبها الي لحالي؟ ما الك ولا ابنك بركي بيفتح مخه. بعرف انه لانا كلياتنا، بس انت ضروري تطلبي نص كيلو. يخرب بيتك، مرقي له اياها شوي شوي، اطلبي نص سوقية لحمه. نحمي 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 لحمي. لك طلعت معك طلعت معك، واقف 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 عندك ابو حدو. شو عم تحكي ديبو؟ طلعت؟ ها عرفت شي هلا. شو هو؟ انت كل 99 مرة بتقول فيها نحمة، لكل 100 بتطلع معك لحمة. يعني متأكد ديبو انه هي على 100 عم تطلع؟ مثل ما اللي شايفك كنت عم عدلك ياها، ثلاث مرات عدتها وعلى 100 تطلع معك لحمة. مشان هيك ابو حدو روح جيب لك كيلو لحمة من عند اللحام
وانت جاي على الطريق تسلى قول لحمه 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 وينك على 99 كون قدام الباب فوت لعند مرتك ولا اعملي لنا شي شبراك باللحمه لك روح الله يخلي لنا اياك يا احلى طبيب بالحاره لك وهي متليك وتستاهلوا ايه علي الطربه اهو ليكو عم يرنرن سوك اسلموا بحدوه على راسي يلا يلا ها هاي ما شاف لي هو حبيب قلبي روح لك دايا نسيت هاي روح خود عطل نشوف روح يلا بدك شي وحدوه بدي سلامتك حبيب قلبي الله معك يلا 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 روح يا احلى طبيب بحاره الله معك سلم الرايح وجاي الله معك ايوه نحمي واحد نحمي اثنين نحمي ثلاثة نحمي أربعة نحمي خمسة نحمي ستة نحمي سبعة نحمي ثمانية بيش بيش قتلوا ضربوا مع بيش بيش قتلوا وين ديبو؟ شو ويك عيه؟ علينا بعبدو والله كنت عند جارك أبو حدو عم بحلق له شو والله أنا أبو حدو ضرب علاوي ما رايح لي بإلا بيته شي فوت احلق لي فوت فوت لا حبيبي لا الحقني على الدكان لأنه اليوم طولت ما فتحت للدكان إنك تكرارك لك ديبو هلا بحد أحسن مني ولا إلا يلا فوت لحلق فوت أمرنا لالله خد طريق خد طريق روح ما بدي شو ما باخد طريق روح عليك يلا يلا نحمي 95 نحمي 96 نحمي 97 نحمي 98 نحمي 99 زوزية تعال عندي يا زوزية يا روح على زوزية نعم أنا رايح جيب لك كيلو لحمة ومنشان شو اللحمة؟ مشان نعمل شاكرية بال... بالنحمة شاكرية بشو؟ انتي ليش بتكتري اسئلة؟ شو حكيت؟ والله ما حكيت شي ليش بتعصب؟ اصلا ما فهمت عليك شو بدك توقع يلا بعبدوه الكلام بسرك لك ابو عبدوه ايه عرفت لك شغلة عن ابو عبدوه بتطير ضبال العقل شو هي؟ لك وينها؟ كلمة لحمة ما بتطلع معه بتطلع معه كلمة نحمة نحمة شلون شلون؟ ما فهمت عليك لك هيك عملنا يعني ما بيحسن يقول لحمة منو منو ما بيحسن بقول نحمة نحمة يا لطيف على نصيبة بس وينك يا أبو عبدو؟ ايوه أنا لقيت لك دبارة له شلون يعني؟ حسيت لك لك يا أبو عبدو بيقول 99 مرة كلمة نحمة إيه؟ لك المية بتزبط معه بقول لحمة شو هالشغلة يعني؟ الله بغي لك يا أبو عبدو أنا ماني سمعان ولا مرة عم يقول هالشغلة وراح يجيب لحماته هلا هلا هو هلا هو على الطريق راح يجيب ايه راح يجيب شي كيلو يعني كيلو يسلموا هديها شباك شباك لا طب كثير حلوه لك لسه ما خلصنا شباك ابو عبدو بطلت احلي هلا انا شي يومين ثانيات بمرق لعندك على الدكان بحلي لا يا ابو عبدو بعد ما فرضنا العده لك ابو عبدو لك تذكرت شغله انا الزعيم طالب مني اني روح على الغوطه مشان شباب بتعرف انت ايه؟ ما فينا نتاخر على الزعيم ضبط بغراض لا 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 الزعيم ما فيك تاخر بنو عرفت شلون قول حط بشكير هذا بشكير لنا تركه شوف 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 زيك عمي الله معك يبوب سكر الباب وراك يلا يا ريت وي يا عبدو تعال عندي يا ابو تعال مور يا بي يا بي ركز معي فتح مخاك نحمي 96 نحمي 97 نحمي 98 نحمي 99 لك شه شه لك 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 يا عبدو على قصة العمى سرق اللحمة زوزية زوزية يا زوزية خير خير ابن عمي شبا ابن ابو عبدو عبدو شبا سرق لي ابن احمد سرق لك شو غيبي لك شي 10 دقايق ورجعي روحي روحي نحمي واحد نحمي اثنين نحمي ثلاثة نحمي أربعة نحمي خمسة
لحمة ستة وهي اللحمات يا أبي. لك وطي حصة وطي حصة حتى تفتحنا. ايه هات شو ايش واللحمة الظريفة هي يا عيني عليك بل بري عليك نفذت يلي قلت لك عليه تمام التمام يوا حميل حالك وروح على الكتاب لشوف شو مشان متليك يا أبي شو بدها متليك متليك ايه بتستاهل مسيك لألا لقيا متليك لك لأنك نفذت لي اللي بدي اياه هات هدول سيك حالك واوعى تطلع منك شي كلمة هيك ولا هيك ها ماسك حالي يا بي ما بحكي شي قدام حدا ايوه وخذ بالك من لسانك اهم شغلة لأنه لسانه بيخده لك بقطعه للساني إذا بحكي يا بي لأنه إذا حدا عرف ممكن تصل للزعيم يفضحونا يلا تيسر على الكتاب يا بي روح والمتليك يا بي ولا روح هنساوي لك أكلة ظريفة روح خلصنا العمى يا فتحية فتحية تعال عندي لهون نعم ابن عمي شرفي شو هاد هي هي اللحمة؟ إيه هدول أكثر من نص كيلو ابن عمي شو نص كيلو؟ هدول بيطلعوا شي كيلو ولو يا بنت عمي معقول تطلبي مني طلب وما لبي لك يا أنا بحبك لك روح الله يخلي لي إياك ربي وديمك فوق راسي يا مدللني يا مستتني يلي ما بترفض لي طلب ولا تخلصينا بقى روحي سألنا يا شاكلي بلحمة على عيني ابن عمي لك يعني أنا بنت البطة الصودع هي بتلبي لي طلباتها وأنا ما بتلبي لي طلباتي وأنت شو طلبتي حبيبتي؟ حبيبتي؟ اقل لي يا هيك على طول ابن عمي طلبت منك اسوارة ذهب مشان زين ايدي فيها ذهب؟ ايه ما بيغلى عليكي هلا انا راح اشوف هو اذا بيقول بدال الذهب حطب اعتبري ذهبات مرته كله صاروا لعليك منو ها؟ شو بدك بالشغلة انت؟ يلا روحي روحي ساعديها بالشاكلية بلحمة يلا حبيبتي عسل طالع من تمك ابن عمي خلاص بنت عمي لحمة 97 لحمة 98 لحمة 99 زوزية تعال عندي زوزية هذا عبدو ابن ابو عبدو سرق لي اللحمات يخرب بيته عبدو على هالترباية ليك ما بتسكت له بتحمل حالك بتروح لعند الزعيم شو بدي له للزعيم بتقول له للزعيم شو صار معك بالضبط قل له ابو عبدو بعد ابنه سرق لك اللحمات وانت ما راح تساوي شيء لتشوف حدث وشو بده يشور عليك هيك قلتي؟ طبعا هيك ونص معناتها لبلش من هلا مشان يفهم علي الزعيم نحمي واحد نحمي اثنين نحمي ثلاثة نحمي أربعة نحمي خمسة نحمي ستة نحمي سبعة شو هاي نحمي واحد نحمي اثنين نحمي ثلاثة لك الله يسلم هالإيدين يا أبو عبدو يلي ما بترفض لي طلب شو هاللحمة هاي اللي جايب لي إياها؟ عجبتك ايه شو عجبتني؟ ايه الله يشهد جايب لي احلى لحمة ايه بعدين كيلو هاي مو نص كيلو لك يسلم ايديك ويخلي لي اياك يا رب ويديمك فوق راسي يا حق ايه والله خلي لنا امك البقرة يلي جابتي شو هذا ابو عبدو؟ هلا هيك انا امي صارت بقرة؟ ايه امك لو ما كانت بقرة ما كانت جابت لنا هالقشطة يعني انا قشطة ابو عبدو؟ ايه قشطة شو ترضي؟ ادرينا بانه امك طلعت بارة خناني قلل اكلك ايش شغلتي لانه ابن عمي شايفني بعيونه عشتا ايه ها طقت ها طقت انتي صار وقت لازم نشغل لقشاط بقى نحمي 91 نحمي 92 نحمي 93 نحمي 94 نحمي 95 نحمي 96 نحمي 97 نحمي 98 نحمي 99 ابو حدو نعم. شو شربك لا ما بدي شيء بس اشوف الزعيم يلا دقيقتين بكون هون ماشي طب قل لي شو شربك لا عامل لك ما بدي شيء بشوف الكبير بس عجزنا وعك تصطفل لك حل عنا يا شيء الله يعطيك العافيه وين صرنا نحمة واحد نحمة اثنين نحمة ثلاثة نحمة 98
نحمة 99 وآخر وحدة خليلة الكبير. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا يا كبير. قل لي لشوف شو عندك اليوم يا أبو حدو. يا زعيم أبو عبدو سرق لي اللحمات. زعيم جيب لك كاس شاي؟ إيه جيب لي كاسة وحليها. أمرك زعيم. ما فهمت عليك، شو سرق لك ابن أبو عبدو؟ اللحمات. مرحبا يا مو. اهلين يا مو، شو بقيك اليوم جاي على بكير؟ ايه يا مو صرفونا على بكير اليوم، وينه ابي؟ راح لعند الكبير. ليش خير شو في؟ هذا عبده ابن ابو عبده المقصوف الرقبه سرق له لحمات لابوك وهو راجع على البيت. يي يخرب بيتك يا عبده انا بقول شي. ايه روق يا مو روق، ابوك راح لعند الكبير لحتى يشوف شو بده يقول له. يا مو شو روق ما روق؟ هلا اذا ابو عبده عمل اول دق نداله مع ابي، شو بنقول له؟ بنقول عنه حقير. ماشي. واذا مره ثانيه رجع عاد دق النداله وعمله مره ثانيه شو لازم نقول عنه؟ منقول عنه أحقر من هيك ما في. وإذا رجع عمل دق ندالة ثالث مع أبي شو منقول عنه؟ بيكون أبوك مسخرة. خلصني بقى. السلام عليكم. عليكم السلام. إيدك زعيم. واصلي واصلي. خير يا كبير؟ قالوا لي إنك طالبني. أبو حدو اللي طالبك يا ديبو، في شي ما عم بفهمه قال أنت بتترجم لي. خير أبو حدو؟ شو في؟ اليوم انا وشاري اللحمات وراجع على بيتي هجم علي ابن ابو عبد المغضوب واخذ اللحمات كلهم. ترجم له يا ديبو، ترجم له اياها. ايوه يا كبير، قصده ابو حدو انه ابن ابو عبد سرق له اللحمات. وليش عم تقول نحمه ما عم تقول لحمه؟ يا كبير ابو حدو ما بتطلع معه كلمه لحمه، بتطلع معه نحمه. مشان هيك انا فهمت شو صار. شو صار؟ هذا يا كبير رحت لأحلق لأبو حدو ببيته، وأنا طالع من عند أبو حدو شافني أبو عبدو قام كمان طلب أحلق له ببيته. لك لا وين لك؟ افتح يا أبي، لا افتح الباب. لك شو يفتح؟ أنا ما بطلب منه يفتح. مين جاينا بهالوقت هاد؟ قوموا ضبوا الشاطرية بلحمة وجيبوا لكم شي صحن مسبح حطوا محله. يوه ليش ابن عمي؟ شو سارقينا سرقة نحنا؟ خرسي وعملي اللي عمل لك. يا عبي مين وقت؟ قال الزعيم بده اياك. الزعيم بده يعني انا ليه؟ والله ما بعرف يا عبي، ليكون عرفان يا عبي الزعيم شي. ها تف من تمك، فعل الله ولا فعلك، شلون بده يعرف؟ ما بتطلع معه الكلمة. يا عبي شو هي ما بتطلع معه؟ لك شو بدك بهالشغلة؟ خلاص وكل انت التاني، يلا كلوا لبينما نروح نشوف شو الموضوع. انا حرام على المصيبة. تقبرني يا عبدو، اللحمة من وين جايبينها؟ سرقناها من عند ابو حدو يا مو. يا حبيبي يعني نحن عم ناكل حرام؟ جايب ديبو لحتى يترجم له اياها، هاي ما حسبنا لها حساب. زعيم انا اللي صار، ابني الله يخلي لكم اولادكم هو اللي سرق له النحمات، وانا كنت ناوي رجع له اياهم اليوم للنحمات. ترجم له ديبو، ترجم له. صراحة ابو حدو انا وقفت مع الحق، ولو بعرفه بده يروح يفشيها بالحارة ما كنت خبرته. حصل خير، بس اخذت قاعدة ما بقى اعطي سري لحلاق. هلا هيك طلع معاه؟ هيك طلع معي، كانت القصة بيني وبينك، ليش فشيتها؟ وليش حضرتك يا ابو حدو؟ كل شغلة بتصير معك بتروح بتبقى للكبير. ها؟ لك القصة كانت بيني وبينك وبين ابو عبدو، هلا من وراك انت الحارة كلها دريت. ضب لسانك لما تحكي فيها. وليش حضرتك انت ما اخذت حقك بايدك يا بي؟ لك ديبو اذا عضك كلب ترجع تعضه؟ اطرح